اللي قدامي ذول ما ابي اتكلم عن جمالهم لان الف ما شاء الله تبارك الله ينزلون اليوم في بوتيكي ثاني يوم سولد اوت. اول شيء سعرها فوق الخيال، ثاني شيء ريحتها بنوته طاقيه بمعنى الكلمه، حجمها يجنن، سعرها اكثر من روعه. الف ما شاء الله، الف ما شاء الله تبارك الله، بوتيكي الاكثر مبيعا لهذه البودر الحمد لله. كل اللي يتابعوني نفس مودي ونفس خطي سووا لي بوكس حصري في بوتيكي ان البودرتين ينباعون مع بعض بسعر العرض. تخيل يعني فوق ما انها هي رخيصه حاطينها في البوكس ومرخصين من سعرها. بنات اقسم بالله بديل شانيل الارخص، البديل الارخص الاحلى، ايش رايكم؟ حلو، سعر العلبتين نص قيمه سعر بودره شانيل، يعني صدمه. مو هني الكلام، واحده من البنات في الدايركت قالت لي الجازي بعلمك على شيء تدعي لي عليه. قلت لها شنو؟ قالت الجازي شريت البودرتين البوكس وخلطتهم مع بعض، شيء نار. فانا الحين بجربهم وراح اقولكم طريقه اسويها بالفرشه. طريقتي اللي الثانيه اللي انا معتمدتها في البودر اتهبل، راح تدعوا لي عليها. بس اول شيء خلوني اخلط الاثنين اشوف ريحتهم تناسبني او لا. خلينا نجرب المكس اللي بنتي قالت عنه. والله فنانه فنانه فنانه، روعه 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 الريحه. بنات شوفوا الطريقه الثانيه اللي بقول لكم عنها غير الفرشه مات الميك اب. قلت لكم في بنات قالوا جازي انت اذى انها تكون بيضه وانها تدمر فرشه الميك اب. تبين طريقه احلى واثبت، تحطينها كذي زين، وتحطين اي بودي اويل عندك، اي بودي اويل. انا احب صراحه ديور، اصوره لكم، واحب شانيل وهذا اعشقه.